أنا مامت يوسف، رايح جريد 6 من سكان باتي شهير. إن شاء الله المدرسة يبقى ليها مستوى ضمن المدارس الانترناشونال اللي في تركيا، لأن إحنا بندور على مدرسة انترناشونال تبقى أمريكان، يبقى فيها منهج عربي. أعرف إن المنهج الأردني منهج قوي، فأتمنى لكم التوفيق. وإحنا سكان باتي الشهير يعني بصراحة فرحانين إن المدرسة داخل المجمع وفرت علينا كتير، والحمد لله أنا شايفة الإدارة يعني متعاونة، ومستر حامد ومستر محمد ما شاء الله يعني متعاونين معانا، كل المعلومات بيقولوها لنا، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. مصداقية إن الأولاد داخلين كلهم الامتحان في تايم واحد، ولغاية دلوقتي لسه ما خلصوش، يعني بقى لهم ساعتين وحاجة وربع، داخلين على ساعتين وربع لسه ما خلصوش الامتحان، ونتمنى ليهم التوفيق جميعا. يعني إن شاء الله يعني تبقى المنحة دي فرصة لكل طالب نفسه يدخل مدرسة كمان انترناشونال ومش قادر، إذا كان الناحية المادية هياخد تخفيض، إذا كان إحنا هنا كمان عشان نقدر إن إحنا نعرف مستوى الطلبة ونجمع عدد كويس من الطلبة المجتهدين، عشان ده بيرفع أكيد مستوى الطالب، وده في مصلحة الطالب كمان داخل المدرسة إن يخلي ليفل معين لكل الطلبة إن شاء الله. لا الامتحان حقيقي طبعا، يعني لأن اللي أعرفه إن الامتحان بيبقى الآي جي أو الامتحان، أنا ابني لسه جاي أهو حالا ممكن يجي يقول الامتحان عامل إيه. Hi, my name is Yusuf. I'm in Milestone School. Today I took the test exam. It was really nice. We did everything on the computer and it was pretty difficult, but I succeeded.